سلسلة الرتب والرواتب حضرت خلال كلمة لوزير التربية الياس بوصعب خلال احتفال مدرسة القلبين الأقدسين عين نجم بنيلها شهادة الأيزو للجودة في حضور النائبين إبراهيم كنعان وغسان مخيبر وحشد من المعنيين. تخلل الاحتفال عرض وثائقي يؤرخ لتاريخ المدرسة ونجاحاتها، ثم كلمة للرئيسة العامة لراهبات القلبين الأقدسين الأم دانيلا حروق ومديرة المدرسة الأخت نوال عائئي. وفي الختام تسلمت الثانوية شهادة الأيزو من مديرة شركة SGS ميراي عزار. لما نحكي على موضوع سلسلة رتب ورواتب البعض بينقز، بس هي محقة ولازم تكون قادرين نحن ندفعها من موازنة الدولة، وكنا قادرين نوصل لهالحل. ونحن بتكتل تغيير والإصلاح اشتغلنا كتير على الموضوع، والنواب موجودين معنا اليوم، النائب إبراهيم كنعان بلجنة المال والموازنة عمل شغل كتير كبير، وقدرنا نوصل هيدا الطلب لكل المعنيين، ورح نضل نطالب فيه على مبدأ التوازن، لأنه هيك فعلا بنكون عم ننقذ القطاع التربوي.